عامل ايه النهارده؟ نلعب لعبة جي تي ايه فايس سيتي. النهارده نزلنا سان ادرياس بعد ما حذفناها وسيري وفايس سيتي. طبعا سان ادرياس هننزل عليها مودات بس في حلقة اخرى. يلا ندخل الجيم. جيم يب هنبدأ بقى في اللي هو الصوت الفاضي. يلا بينا. تومي توني فيرسيتي. أني ماشي خلاص ماشي. شباب في حاجة مهمة لازم نعملها قبل ما نبدأ اللعبة. ندخل هنا وننزل كده الإعدادات بتوع الديسبلاي. نعلي ده ونعلي ده ونعلي ده وده أون وده أون وده لو. بص الجرافيك دلوقتي. يلا بقى دلوقتي نقدر نلعب كده جيت ايه المعدل. يلا جامد. وإيه اوكي حاجة تانية بقى. تدخل على الدات هنا وتدخل على كنترول فوت هنا. لا انا مش عايز فوت دلوقتي، انا عايز درايفنج. نضغط عليها كتير عشان تكبر. والله يعني وعلى جرافيك اللعبة جامد عارفين. بصوا 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 ممكن اعمل ايه. اتفضل اتفضل ماينكرافت. يلا بينا. اعتقد المفروض ادخل هنا. بيقول لي ان هو متموشن مش عارف ايه بروجكت. تمام كده. افتح موشن جديدة ولا كده؟ خلصنا المهمة. خلصنا كده بسلوت. يس اوكي. بس هو في حد من يلعب كل فيديو يشوف اللايك والسبسكرايب والسلام عليكم.